ايه الاضاءه دي كلها؟ اكيد في طريقه تخلي الدنيا دي مظلمه شويه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم مدحت كوتا. طبعا كلنا بنبقى عايزين نفعل وضع الدارك مود في الموبايل بتاعنا، وما بنبقاش عارفين منتظرين يطلع بتحديث جديد للموبايل او الشركه تدعم ده بتحديث جديد يفعل وضعيه الدارك مود بشكل رسمي. لكن حتى الان وضع الدارك مود مش رسمي من الشركات، على حسب طبعا الشركه اللي معاك، شركه الموبايل بتاعك بتبقى مدعمه ده بتحديث ولا لا. وكلنا طبعا منتظرين التحديث الاخير اللي هينزل بيه اندرويد 10 اللي هيدعم وضع الدارك مود في كل الموبايل بكل حاجته. وطبعا كلنا عارفين كمان ان وضع الدارك مود بيوفر جدا في البطاريه مع موبايلات اللي بتدعم اللي هي او فيها شاشه سوبر اموليد. طبعا شاشه سوبر اموليد اي لون اسود فيها بيكون البكسل اللي موجود في البكسل في شاشات السوبر اموليد بيكون اسود ما بيقتش فما بينورش، فطبعا الاضاءه بتكون مطفيه تماما، فده بيساعدك ان انت تبص للشاشه بشكل كويس، وكمان بيوفر في البطاريه بشكل كبير. دلوقتي اخيرا بقى وضع الدارك مود مفعل في جوجل كروم، لكن لازم تدخل جوه كده وتفعله بايديك. ده هيخلي كل المواقع اللي بتفتحها على الجوجل كروم، سواء موقع جوجل، مواقع الاخبار، اي موقع انت بتفتحه، اي ابيض فيه هيتحول للون اسود، واي اسود فيه هيتحول للون الابيض. وده طبعا هيخلي البطاريه معاك تقعد فتره اطول في شاشات السوبر اموليد، وكمان هيقلل من الاضاءه اللي بتطلع لعينيك، فطبعا هتبقى مستريح جدا وانت بتقرا التكست، خصوصا لو في موقع فيه تكست كتير او بتقرا فيه كتير. اول حاجه بتعملها بتدخل على الجوجل كروم، وبعد كده هنا بنلاقي الواجهه البيضاء عندك بتاعه الجوجل او اي متصفح بتفتحه، بتلاقي الواجهه البيضاء العاديه بتاعته. طبعا ده بيخلي استهلاك البطاريه في شاشات السوبر اموليد بتبقى بشكل اكبر، وكمان ما بتريحش عينيك لو انت مثلا بتستخدمه بالليل او اثناء استخدامه مثلا في اضاءه منعدمه، فبيكون الاضاءه البيضاء كتير جدا في وشك بتسبب لك مثلا تعب في عينيك بشكل اسرع. فانت لو عايز تقرا حاجه بشكل افضل او تفتح مواقع بشكل افضل، يكون الدارك مود حل مناسب ليك. بتفتح هنا في متصفح وبتبدا تكتب هنا كروم، وبعد كده بتعمل نقطتين فوق بعض شرطتين، بعد كده بتضغط او بتكتب فليكس، بعد كده بتضغط انتر، بيفتح لك هنا كل الخواص اللي بتقدر ان انت تتحكم فيها بجوجل كروم، لان حتى الان الموضوع ده مش رسمي من جوجل، يعني مش مدعوم بشكل رسمي، لكن بتقدر تعمله بحيث ان انت يعني ده خواص للمطورين، من الخواص اللي هي المخفيه جوه الجوجل كروم. بتبدا هنا تعمل بحث على دارك، او اللي هو عشان تبحث عن الخواص بتاعت الدارك مود، لان انت لو دخلت هنا هتلاقي فيه اكتر من يعني الاف الخواص اللي تقدر تتحكم فيها جوه المتصفح بتاعك، او الخواص اللي موجوده، تفتح جافا سكريبت، تفتح حاجات معينه، تخفي حاجات معينه في المواقع اللي انت بتفتحها، فدي خواص كتير جدا. فطبعا احنا في علامه البحث اللي موجوده جوه الصفحه دي بنكتب هنا دارك، او هنلاقي هنا اول يعني او ثلاث حاجات هنا اتفتحوا معانا: اندرويد ويب كونتنت دارك مود، اللي هي بتخلي الداتا او الحاجات اللي بتتفتح جوه المواقع بتخليها دارك مود، وعندك هنا الاندرويد يو اي دارك مود اللي هو الواجهه بتاعه الكروم نفسه، بتبدا ان انت تغيرها برضو للدارك مود. فهنا بتلاقي هنا الديفولت بتخليها انيبلد او ديسيبلد، فاحنا بنحولها هنا للانيبلد، وبرضو هنا نيجي هنا نحولها الانيبلد، فده بيخلي يعني كل حاجه ان هي تتحول للدارك مود عندك. بعد كده بتبدا نعمل هنا الريلانش ناو، اللي هو يفتح ويقفل المتصفح بشكل تاني يعني اوتوماتيك. بعد طبعا ما بيفتح بتلاقي كل الموقع اتحول اسود، والكتابه اللي كانت سوداء اتحولت ابيض. احنا مثلا لو فتحنا اي موقع تاني مثلا وليكن مثلا يوتيوب، برضه هتلاقي وضع الدارك مود اتفعل معاك مع المتصفح، يعني بتلاقي برضه الموقع تحول بشكل كامل للدارك مود. طبعا دي حاجه كويسه جدا لو انت بتحب تتفرج على حاجات كتير او فيديوهات كتير. كمان لو انت حابب ان انت تفتح موقع برضه بنفس الحكايه بيبقى بوضع الدارك مود. بعد ما شفنا الطريقه، ما تنساش تعمل اشتراك للقناه وتفعل الجرس تحت كده في تحت الفيديو، تفعل الجرس وتشترك في القناة عشان تشوف الحلقات اللي جاية.
سلام.